طيب سؤال مشترك لابو علي ولربيع. رئيس نادي النصر النهارده طلع قال انه ابو جبل وجون وهيل، بس ما يعني انا لا اعرف الا محمد الشناوي كنا عايزينه، والنادي الاهلي عرض وما زلنا في رغبه ليه، وابو جبل تالقه الرائع في بطوله الامم الافريقيه. ما رايك؟ انا اللي اعرفه يا كابتن ابو جبل جاي له النصر وجاي له يعني ضمك. بقول لك رئيس نادي النصر، ما انا بقول لحضرتك بقى هو يعني راجل بينفل حاجه معينه. انا بقول لحضرتك ضمك السعودي خامس الدوري عايز ابو جبل كويس، النصر عايز ابو جبل، التعاون عايز ابو جبل، اكتر من ثلاث او اربع انديه في السعوديه عايزين ابو جبل، عايزين ابو جبل. في وكلاء بتعرض ابو جبل كتير جدا. هو الراجل قال لك اكتر من 1000 وكيل كلموني. انا ما اعرفش، بس انا بقول لحضرتك يعني في كل اللي كلم ابو جبل في التليفون مثلا او قال مش عارف ايه، عشان كده الراجل قال لك اخويا بس الوكيل. ابو جبل نفسه قبل بطوله افريقيا كان فاضل له خلاص 6 شهور يعتبر فري يحط له يمد لاي حد، كان حاجه وبعد حتى في الكلام واسلوب الطريقه بتاع انت عارف مصادرنا بنقعد نتكلم بعد بطوله افريقيا بقى حاجه ثانيه خالص. يعني فانا بقول لحضرتك يعني لو الشناوي متاح، الشناوي الاهلي مش هيفرط فيها كابتن، مش هيفرط فيه، وبالنسبه له يعتبر الموضوع مقفول. اكيد حضرتك حارس مرمى عارف امكانيات الشناوي ومدى احتياج الاهلي ليه دلوقتي. ابو جبل فعلا عنده عروض كتيره من جوه مصر، انديه جوه مصر. الزمالك مش هيسيبه يا كابتن، يحكي بقى مش مزاجه يا عم، بس خليه يحكي. انا عايز اوصل معلومه. ابو جبل اللي حق يمضي في يناير. اسمع بس، ابو جبل انت قلت سالتني. طيب ما انت كلمت. قول يا قول. ابو جبل اللي حق يمضي في يناير من اول يناير تمام، وهو ممكن دلوقتي لو مضى مش هيبقى على قوه الزمالك ولا حد يقدر يعمل له حاجه. بالظبط، كمل موسم ويمشي بدايه السنه. الزمالك كابتن حط ثلاث لعيبه هو اللي هيجدد لهم من كل اللعيبه المفروض مطلوب يجدد. مين بقى يا باشا؟ بن شرقي، ابو جبل، طارق حامد. هيعمل المستحيل مع الثلاثه دول. ابو جبل نفسه قال انا ما حدش اتكلم معايا بصفه رسميه، بس هو عايز يكمل في الزمالك. هو عايز يكمل في الزمالك ماشي، بس عقد كويس. عقد كويس، هو العقد هيخلص يا كابتن في سكه 12 مليون 13 مليون ماشي. هو هيطلب 15، هو هيطلب 15 مثلا، وهم عارضين 12، هيوصل بين الحدود دي ماشي تمام. زي ما قال ابو علي قبل البطوله الزمالك ما كانش بيفكر يجدد. قبل البطوله حماده ما كانش بيفكر يجدد له اصلا. لا يا راجل، لا يا راجل، لا كابتن ماشي خلاص قول. انا قبل البطوله كان عايزين جنش يرجع مع وجود عواد ويحاولوا يرجعوا صبحي ويحل مشكلته مع فاركو. وابو جبل خلاص كده كده انت طلباتك كتير وعايز طلبات ماليه كتير، لا مش هنجدد لك. ماشي. والحارس الثاني والثالث تالقه في بطوله افريقيا ورط اداره الزمالك ان لازم تجدد له. تورته حلو، توريطه حلو، بس في توريطه تانية في ابو جبل في جنش وعواد ومحمد صبحي. جنش هيرجع ولا مش هيرجع؟ يعني جنش اعاره، شكله مش هيرجع. هو شكله مش هيرجع. نعم. فده قدام الكابتن شكله. لا 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 هو مش هيرجع، عشان هيرجع في حاله واحده بس، لو ابو جبل جدد. تمام. لو ابو جبل جدد هيرجع؟ لو جبل جدد مش هيرجع، لو ما جددش ممكن هيرجع. طيب تمام. ابو جبل مفيش عروض رسميه ليه، ومش هيتكلم مع اي مندوب رسمي من اي نادي الا بعد. طيب. جلسته مع سؤال وتجاوبني بسرعه، الاجانب في الزمالك موقفهم ايه الموسم الجديد؟ الوحيد اللي ممكن يضمن مكانه بن شرقي لو جدد، الباقيين مش موجودين تقريبا. ده سيف الجزيري مهاجم منتخب سيف تونس. الجزيري هيتسوق الاستفاده من فلوسه ويجي مكانه مهاجم سوبر، وعمر السعيد برضو ممكن يتسوق. الله الله، حمزه المسلوسي هيتسوق. وناش بكي كده عقده هيخلص، مش هيتجدد له، واتبلغ رسمي ان هو مش هيتجدد له. اتبلغ رسمي، اتبلغ رسمي ان هو خلاص. هو هو طالب كذا مره هجدد ولا اشوف الدنيا ماشيه ازاي معايا. لا خلاص مش هيتجدد. السؤال يا كابتن مش بقطع في ربيع او بعمل حاجه طبعا. لا خالص. السؤال هل الزمالك ضامن ما يبقاش عليه عقوبات تاني الفتره الجايه، او ممكن يعني ممكن الزمالك يسوق الناس دي كلها ويجي السنه الجايه على كلام مسؤول الزمالك كل القضايا القديمه اندفع منها مقدمات واجزاء للتسويه ومحاولات لحل الازمه مع الفيفا. يا رب يكون كلامك صح. ما هو ده كلام الاداره. ما انا بقول لك يا رب يكون كلامهم صح يا رب. الجديد هم خايفين من الجديد، خايفين ان حد يطلع يشتكي تاني. هي دي ممكن يشتكي تاني لو كارتيرون مشي، اقاله ما ممكن يشتكي تاني.